تواصل وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلي الرئيس لنا يا رب. يسهر عشاننا ويفضي روحه همه همنا. إن شاء الله طيبين وسيادة الرئيس وطيب، والداخلية كلها طيبة إن شاء الله. في كل شبر في مصر تلقى واحد مننا يسهر عشاننا. ربنا يخليك لنا يا رئيس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي يا بلادي يا بلادي تعيشي. بتقول النهارده خبط عليا في البيت وقالوا لي هدينا من سيادة الرئيس. شكرا يا رئيس، كل سنه وانت طيب. الف شكر لك يا رئيسنا، ربنا يفديك ويستر معاك دايما، فاكرنا على طول. الف شكر يا رئيس، الف شكر، الف شكر، فاكرنا على طول دايما في المناسبات، فربنا يخليه لنا يا رب ويبارك لنا فيه. شكرا لسياده الرئيس، وشكرا على تعبكم يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، وشكرا على تعب الرئيس الجمهوريه اللي فاكرنا. تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنه وانت طيب يا رئيس. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي نفديك، يا بلادي. كل سنه وانت طيب يا رئيس، ودايما بصحة وسلامة، ومفرحنا بكل حاجة في محافظة جنة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تشكر يا رئيس. وانت السيسي كل سنة وانت طيب، وطيبين كلكم بخير، وجينا كلها بخير. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي يا بلادي. أنا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم ما مسك، لأن الراجل حمانة، حمانة حمى جامد، ومش مخلينا عايزين حاجة. كل سنة وأنت طيب يا ريس، وعيد علينا سعيد إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يخلي لنا سيادة الريس إنه جايب لنا مبادرة كلنا واحد. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. ربنا يخلينا الرئيس، كل سنه وانتم طيبين، ربنا ما يحرمناش منه. وشكر للرئيس ان بيسال علينا وبيراعينا وبيراعي الشعب. وبنشكر شرف الرئيس، وربنا يخليك لنا ويخليك لشعب مصر. في كل خطوه قصاده تبقى مصر الاختيار، وفي عز برد الليل بيحرس لطلوع ترجمة.
ربنا يخليك يا رئيس، مشكرين على كابتن الدهن الضباط، مش دايما مش ناسين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانت طيب يا رئيس، خليك لينا. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وربنا يخليك لينا، وربنا يديك الصحة عليك يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلي الرئيس اللي فاكرنا ودخلتكم عليا بالدنيا. تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا يا رئيس. سنة وانت طيب يا ريس، وادعي عليك الايام بخير، وربنا يخليك لينا وخليك للغلابه يا رب. فرحنا بالهدايا بتاعت سياده الريس دي، والحمد لله تمام. وانا شكرا لسياده الريس، وكل سنه وانتم طيبين. ونشكر الريس ان هو برضه يعني انه بيفتكر الناس الغلابه في الغيطان وفي البيوت وفي كل حته، ان هو ما نسيش اي حد. دعم متواصل تقدمه وزارة الداخلية من خلال مبادراتها الإنسانية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين. أنا فتحت الباب بيخبط، لقيت الضباط جايين بيقولوا لي كل سنة وانت طيب يا رئيس، جايب لك الهدية دي. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وكل سنة بتفتكرنا وباركنا فيك. شكرا للسيد الرئيس، وشكرا للشعب المصري كله، وشكرا للداخلية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.